وإلى الأخبار المحلية، حيث يتوجه وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي الشيخ تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي غدا الثلاثاء لبحث تعاون في مجال الشباب والرياضة بين مصر والسعودية. وكان وزير الرياضة قد غادر البحرين اليوم عقب المشاركة في حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب في قصر الصخير. بدأ وفد الاتحاد المصري لكرة القدم بسوتشي صباح اليوم الاثنين المشاركة في فعاليات ورشة عمل للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018. ورغم أن الافتتاح الرسمي للورشة سيكون غدا، إلى أن الوفد المصري انتهز فرصة وجوده في سوتشي وقام بعقد عدة اجتماعات مصغرة، كان أولها في الصباح مع ممثلي الفيفا واللجنة المنظمة لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالإقامة والانتقالات أثناء كأس العالم، بالإضافة إلى التأكيد على بعض الإجراءات التنظيمية. استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدقي على مواجهة منتخب الشباب النيجيري وديا خلال معسكر الفريق بالأجندة الدولية للفيفا الشهر المقبل. وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة السنغال في مايو المقبل في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية والتي تقام بالنيجر العام المقبل. أعلن مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي تمديد عقد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين. وأوضح المجلس أن تمسكه ببقاء مختار على رأس القيادة الفنية للفريق دفعت الإدارة للتجديد مع المدرب لمدة موسمين حرصا على الاستقرار الفني.